هناك مرضى كثر في المستشفيات يعانون من أمراض مزمنة، وأحدهم ينتظر العلاج وآخرون لا ينفع معهم العلاج. فهناك من يحتاج لعضو قد تلف، ولكن قوائم الانتظار في ازدياد، فيعتبر تحدياً بالنسبة لمراكز زراعة الأعضاء إيجاد أعضاء لكل المحتاجين في الوقت المناسب. يعتبر توفر أعضاء حيوية لإنقاذ مرضى القصور العضوي النهائي تحدي كبير في كافة برامج زراعة الأعضاء العالمية، حيث أن هناك ازدياد كبير في مرضى القصور العضوي النهائي وقلة في أعداد المتبرعين بعد الوفاة، مما نشأ عنه فجوة كبيرة. وتختلف قوائم الانتظار بحسب العضو، وكذلك عدة عوامل من أهمها على سبيل المثال الحصر، فصيلة الدم، وجود أجسام ضدية، الحالة الطبية، العمل المريض، وغيرها من العوامل الطبية. أما بالنسبة إلى الحاجة للأعضاء الحيوية، فالأكثر حاجة هم مرضى القصور الكلوي المزمن النهائي، يليها الكبد، يليها القلب، يليها الرئتين. وحسب الإحصائيات بالنسبة للقصور الكلوي النهائي، فقد وصل عدد المرضى المعالجين بالغسيل الكلوي إلى أكثر من 21 ألف مريض، منهم حوالي 3600 مريض على لوائح الانتظار للاستفادة من زراعة كلية بالتبرع بعد الوفاة الدماغية. أما بالنسبة لأعداد المرضى على قوائم الانتظار في القصور الكبدي النهائي، فيقدر الإجمالي بحوالي 700 مريض بحاجة لزراعة كبد. أما بالنسبة للقصور القلب النهائي، فتقدر الحاجة إلى 500 مريض. أما بالنسبة للرئتين، فتقدر الحاجة إلى 400 مريض. من جانب آخر، البعض يخاف من التبرع بسبب الخوف من أن هذا الفعل قد يكون حرام. احنا في المملكة العربية السعودية معروف أن احنا مجتمع ديني ومجتمع محافظ ومجتمع يعتني بالعادات والتقاليد بشكل كبير جدا. موضوع التبرع بالأعضاء يؤخذ من جانبين، جانب ديني وجانب منطقي. وإحنا نتكلم عندما نقوم بالحديث مع ذوي المتوفين وحثهم على التبرع بالأعضاء، نقوم بعرض الفتاوى الدينية التي ولله الحمد والشكر في المملكة العربية السعودية تؤيد التبرع بالأعضاء، بل وتحث على التبرع بالأعضاء، إن كان من هيئة كبار العلماء وإن كان فتوى من مجمع الفقه الإسلامي. التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل، وعمل حث عليه ديننا ولله الحمد والشكر، يعمل على إنقاذ حياة المرضى. والموضوع يناقش مع ذوي المتوفين دماغيا من الناحية الدينية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الإنسانية. احنا في مقابلة ذوي المتوفين دماغيا احنا نقوم بالحديث من جميع الجوانب، نتكلم عن الجانب الديني والجانب الاجتماعي والجانب الإنساني، وعرض قوائم الانتظار مرضى الفشل العضوي ومعاناتهم، مرضى التليف الكبدي، مرضى القصور في القلب. ويتم الحديث مع ذوي المتوفين وعرض جميع الجوانب الإنسانية والدينية والاجتماعية، وبالتالي يكون الخيار والقرار لذوي المتوفين دماغيا في حالة وجود دافع لديهم إنساني وديني، وفي حالة أنهم حابين أنهم يقومون بعمل إنقاذ حياة المرضى، فتتم الإجراءات الطبيعية وتوقيع الإقرار بالتبرع بالأعضاء، وبالتالي يعود الدور مرة أخرى إلى الجانب الطبي في المركز السعودي لزراعة الأعضاء والتنسيق مع مراكز الزراعة، والبدء في إجراءات عملية الحصول على الأعضاء والتنسيق لزراعتها لإخواننا مرضى الفشل العضوي.